وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله.